السلام عليكم ورحمة الله. احنا من بعد رمضان كانوا عندنا عادات جيدة، عادات مع رمضان، عادات الرياضة، العبادة وكل شيء. كيفاش نحافظوا على هذه العادات في خارج هذا الشهر الفضيل، في خارج شهر رمضان المبارك الكريم؟ رمضان كنا كنديروا الرياضة من 4 ل 5، لحقاش كان عندنا الوقت كنخرجوا من الخدمة ديالنا مع 3:30 ولا 4 حتى ل 8 الا ربع، كتبقى عندك 3 سوايع و45 دقيقة كدير الرياضة ديالك، كدير الرياضة ساعة ساعة ونص. اللي بغيت نقول لك، رمضان ولا ماشي رمضان، اليوم في 24 ساعة، ساعة ديال الرياضة ساعة واحدة، الا شديتي ساعة في 24 ساعة كدير لك 4.6% من النهار ديالك، يعني لا يقارن، ماشي شي وقت كبير، 4.6 من الوقت ديالك. يعني لحيت واحد معدل مشاهدة التلفاز في المغرب، هذو احصائيات رسمية، 3 سوايع و45 دقيقة. ما كندويش معاك انت، كندوي مع بزاف الناس. انت كتشوف يوتيوب ولا كتشوف فيسبوك، كلشي شوف المعدل ديال الفيسبوك اللي كدير، شوف المعدل ديال اليوتيوب، شوف المعدل ديال التلفاز، غتصيب راسك انك كدوز واحد 6 سوايع في ملاهي كتلاها مزيان. الناس كيشوفوا يوتيوب كيشوفوا فيسبوك، ولكن راه ساعه ديال الرياضه كدير لك 4.6% من 24 ساعه. انا كنطلب منك الله يخليك 3 سوايع حتى 4 سوايع في الرياضه في السيمانه، باش تحافظ على هذا الجسد ديالك، تحافظ على العقل ديالك، تحافظ على الصحه ديالك. ومنظمه العالميه للصحه كتقول لك من 7000 خطوه حتى 10000 خطوه في النهار. 7000 خطوه هي 3.5 كيلومتر، 10000 خطوه هي 5 كيلومتر. هذا الفرق بناش 3.5 لشي واحد اللي كاين با طرو اكتيف، ما كيتحركش بزاف، 7000 خطوه لشي واحد كي اكتيف. 4.6% من اليوم ديالك مزيان تستثمرها في صحتك ديالك. ولا بغيت تستافد اكثر، كنقدر ندير واحد الحاجه اللي كندير انا، تقدر تفرج في داك اليوتيوب ولا تصنت ليه، ديرو في البورطابل وانت كتمشى، ودير لي زيكوتور كتمشى وكتصنت، دير اون كونفيرونس ولا شي واحد عزيز عليها مواضيع ديال الطبخ ولا التنميه البشريه ولا السباغه ولا البحر ولا شي حاجه، دير مواضيع تخدم بورطابل وتجري تمشى، ما غتصنت حتى واحد، ما غتصنت لا واحد يقول لها بس، لا واحد يقول لها كي دايره، لا حتى حاجه، واخا غيقولوا هي راه مكونسونطري مع راسها وعندها مده هذاك اليوتيوب ولا مده هذيك لا كونفيرونس، هذيك هي مده الرياضه ديالها. هذه كنديرها بزاف انا، كتكون عندي حصه ديال الرياضه ساعه ونص، كندير محاضره فيها ساعه ونص، كندير في ودنيه كنقول ما غنوقف حتى غتسالي هذه الحصه. وهذا الشيء اللي كندير، كنستافد ذهنيا وكنستافد جسديا وما كنحسش بالعياء، كنحافظ على الرياضه. انا عطيتك لاستيس الاول، لاستيس الثاني، ديما سعوده ديال الرياضه مرتبطه بالمتعه، اسوسي للسبور وبليزير. يعني الرياضه كنقول انا غندير الرياضه ملي غنسالي، غنمشي ندوش، غنبرع راسي، غنشرب واحد لوجي، كنستثمر في راسي، هذه متعه. والمتعه الكبيره ان الرياضه ملي كديرها ليبوطالاموس كتفرز لوندورفين. لوندورفين هو واحد الهرمون ديال الارتخاء وديال النشوه، ومن بعد لوندورفين كيجي هرمون السيروتونين. السيروتونين هو هرمون ديال السعاده، وكاع الهرمونات مرتبطه بالرياضه. وحبذا لو اني ندير الرياضه، قلنا الرياضه والمتعه، كنتريني كنتمتع، ومن بعد كنشرب واحد العصير وكناكل واحد الفاكهه وكنتمتع بها. ونتمنى ان الرياضه تكون ماشي ظرفيه محدده في رمضان، تكون على مده العام كامل، راه 3 سوايع حتى 4 سوايع في الرياضه نقدر نحافظ على الصحه ديالي. وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، كنتمنى لكم البيانات، خير السبور، والسلام عليكم ورحمه الله.